بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. احنا هنقدد حضرتك. شكلك عم تحضر للألبوم جديد، ألبوم في 9 أغاني، في من كلماتي وألحاني ومن كلمات وألحان سليم عساف، ومنوع يعني في محمد يحيى، جو ماري رياشي، داني حلو، نور الملاح، أسامي لطالما حبيتها وحبيت دايما أشتغل أنا وياها. لاي أوت تبعه للألبوم كتير حلو، صورته كتير حلوة، والأغاني كتير صيفيات وحلوين، فيهم أغاني طربية كتير كمان. لازم نعمل كل شيء كل سنة شيء مختلف، يعني ما بينفع إنه نبرم بسيركل معين، وأنت بتعرفيني أنا كيف أشتغل، ما بحب، أنا بزهق من شغلي إذا كان بيشبه بعضه، بحب دايما أتجدد، بحب دايما أعمل شيء جديد، والحمد لله عم ننجح لهلا، وعم نحضر فيلم كتير حلو، إن شاء الله بهالسنة بينزل كمان، فيلم لبناني مصري، ببقى بخبرك عن التفاصيل ليمضوا مع البطلة اللي أنا كتير بحبها بمصر، يعني ليمضوا معها ببقى بأكد لك. بطلة مصرية؟ بطلة مصرية وأنا لبناني، وهي عايشة بلبنان. يعني بالفيلم بتكون عايشة بلبنان وعم بتقضي قصة كتير صعبة، وأنا هون بتدخل، وحلو يعني تفاوت لما كنت غني بمصر كانوا يجوا البرودكشن كومبانيز يعرضوا علي، يصير أنا انتبه إنه يمكن شافوني بهالكليب ممثل منيح أو شيء، صرت انتبه إنه يمكن بيشوفوا في هالموهبة، رح أجربها بالفيلم، يا بناكل كف يا بتصمم. بعتقد كل فنان بالدنيا كان عم بيغني وكان همه الوحيد هي المرأة بحياته، فإذا وجدت المرأة صفة هيك صار في أمان كتير بشغله، لأنه دليدا كانت لطالما كانت من زمان معجبة بفني، وهي من الراف رامي عياش فاميلي، كانت اوريدي يعني بتتبعني كتير وبتحبني كتير قبل ما نتعرف على بعضنا، حتى صارت تخبرني كل الاشياء اللي حبتها، كل الاشياء اللي عندها كومنتس عليها من قبل ما تتعرف علي. مش مهم تاثر على الالبوم، المهم ما تاثر على الناس، لانه الالبوم كل سنه فينا نعمل البوم، بس الروح البشريه هي غاليه كثير، مش كل مره فينا نجيب روح بشريه، ومش كل ما تروح روح بشريه فينا نعوض عليها، فيا رب تخلص هالامور كلها والخزعبلات كلها باقل اضرار ممكنه، الله يعدي كل الأمور على خير، وإن شاء الله تخلص هالأزمة العربية اللي مرقين فيها، يلي هي مش أزمة عربية أصلاً، يلي هي أزمة أجنبيين حطت عند العرب ليتسلوا ببعضهم للأسف. كل اللي فيك تعمليه إنك دايماً تخلق الأجواء الحلوة اللي ممكن بأغنية تنسي شوي الوجع اللي عم بتعاني الناس كلها. صح، هي هيدي الجمعية ابتدت بالمغرب ورجع صار في الفرع الأساسي بلبنان الأم، كنا نغطي كل الحالات اللي بنقدر نغطيها، يعني الكانسر، اليتامي، الفقر، الجوع، التعليم، كله بلبنان ركزنا على شيء واحد اللي هو التعليم، التعليم الموسيقي والتعليم الدراسي، يعني انه الطفل يقدر يتعلم بمدرسته ويقدر يتخرج. انا احنا مش من زمان فتحنا اصلا باب التبرعات، احنا كنا كل شيء من حفلاتي بيروح اسم لهذه الحالات. ما بحب اتخبى وبكره اللي حاطط حاله ببرج عالي، وما بحبهم هول نهائيا. يمكن هيدا بيخلي الناس دايما تطلع عنك اشاعات كل الوقت. عمل هيك وجوزوني 400 مره قبل ما اتجوز، وجابوا لي اولاد وطلقوني كثير، فبعتقد بس مش مهم. حياتي مثمره ودايما عندي اشياء جديده اقدمها، واللي بيكون كتير تحت الأضواء، يعني أنا ماني من النوع اللي بيتخبى كتير، أنا سوشيبل. بهاي الصيفية في كتير حفلات، في تور تونس، في تور أمريكا، في حفلات كتير بمصر، كنا عملنا بورتو سخنة، بورتو غالب، اسكندرية، القاهرة، فإن شاء الله يا رب الأمور ترجع كمان مثل ما كانت. نعمل أفراح كتير بمصر، وأنا بيسعدني اني من يمكن اكثر الناس اللي بيعملوا افراح بمصر، بسم الله انتم كتار يعني. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه
انا لا ماليش في دول، ومليش في الدمع، لا ولا في الناس الشيالة. كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول،